فادي كول كول مغلوب يا مان. بي كول. الو عمده، ازيك يا حبيب؟ انا تمام الحمد لله. بقول لك، في واحد صديقي عز عليا قوي طالب منك 50 خط تليفون للشركه بتاعته. ايه 50 خط؟ طب ما اجيلك على طول دلوقتي، من بعد الفجر هتلاقيني عندك. ايوه من بعد الفجر هتلاقيني عندك. لا يا عم مالكش دعوه بحوافزي، خليك في حوافزك انت. ايوه 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 لا مفيش حاجه مفيش حاجه. طيب انا انت بتشد السلك من عندك ولا ايه يا عماد؟ ماشي بكره ربنا يرزقك بشحن رخم. سلام بقى يا عماد. ماشي بكره عدي عليك. طيب ايه؟ السلام عليكم. ثلاجه فيها ميه قال انا جعان قوي قوي. انت ايه؟ انسان. انسان؟ وانا بقول لك نوعك ايه؟ انت مين؟ كان تعيش وتعاش يا بني ادم. انت جاي حضانه؟ انت تبع ايه؟ انا مش تبع حد، انا رئيس جمهوريه نفسي. وجاي بلدي تعمل ايه؟ جاي بيتي تعمل ايه؟ ده بيتي. جاي عندي ميعاد مع شباب بشر. انت بتسال اسئله غير منطقيه. على فكره انت فوق الفظيع فوق الفظيع. وانت تحت المريب. بلا تحت المريب بلا تحت الكوبري. خد تعالى هنا يا بني ادم يا بني ادم. انت هنا في بيتي وانا ولا هديك عود. هتضرب ولا ايه؟ بقول لك ايه، انت اسمك ايه؟ من غير ما تستعصم عليا، اسمي بسيوني مراد الحيوان. كمل كمل. ايه ما الاسم خلص؟ ايه نوع الحيوان؟ الله الله الله، انت بتقل ادب. انت هتضرب ولا ايه؟ كويس بقى ان انا ما غيرتش هدومي. ها ده انت هتاكل علقه. 26,000 موظف. بيسو حبيب قلبي معلش اتاخرت عليك. الله معتز. ازاي حالك؟ جبت الحشيش؟ جبت الحشيش. امال ايه؟ عيب عيب. حشيش حشيش يعني مش اي حاجه. بص دي اللي انا بشرب منها، ودي برضك اللي انا جبتها لك برضك بشرب منها. اسمها ايه دي؟ طرابوره. ايه؟ طرابوره افغاني. سجاير ماشي، كانشا ماشي، غرقانه ماشي، ما تشربش برضك ماشي. يلا يا جدعان. مين ده؟ ما اعرفش، واحد لقيته في البيت ملوش لازمه. لوك 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 لوك. وانا ضغطي عالي. مش وين؟ كم كان؟ واحد واحد. يلا يا جدعان مش كل مره تكسفونا. ماله ده؟ ده ما عليه بيشجع. ايه ده؟ ده بيرجع. ده صاحبي. ايوه بس مش صاحبي. ايه؟ حبيبي معلش معلش. خلاص يا عم بقى، ما قلت لك انا متاسف. قال لك اسف 100 مره بقى. خلاص بقى. ولو برضه يا معتز انا اتهنت. واقول لك ايه، بعد كده لما تحب تشتري حشيش ما تجيبش الاشكال دي عند البيت تاني. ماشي؟ تشتري حشيش يبقى روح اشتري من المحل. حزب ده جون فينا يعني في مصر. بس لينا. انت بتشجع ايه؟ واحد مصري هيشجع ايه؟ نيجيريا. نيجيريا. قلت لك انا قلت لك اللي سامحه وابصر ايه وما ادري ايه. بتوقع صاحبي؟ هو فين صاحبك ده؟ 14 اكتوبر يا فوق الفظيع. محدش سمع لك صوت ليه؟ ايه بتشجع؟ بترجع. رد على صاحب عدل. انا متشكر يا وز عشان انت خدت لي بطاري وربطته. بس ماتش حلو قوي. النتيجه كام؟ 2-1. ومين اللي بيلعب؟ مصر ونيجيريا. احنا السود. ها عالية جدا بدنيا فنيا. سجل هدفين تقدمت اسكتلندا وتعادلت ايطاليا في الشوط الثاني من خلال الظهير اللي امام حضراتكم جروسو من ركنيه فيها متابعه كانت رائعه. يرفع المنتخب الايطالي رصيده من النقاط في المجموعه الخامسه الى نقطه رقم 4.